وأخيراً، وينك كومرو؟ شو بيعرفني وينها؟ هربت مني الغبية. هربت بعد كل هالتعب؟ معقول كيف عملت هيك شي؟ بلكي عملت شي مشكلة؟ ولا يهمك بابا، أنا فتشت كل اسطنبول بإيدي، طلع الصبح هلأ من لاقيها. وين أصلي؟ ليش ما حدا عم بيرد على التليفون؟ بحكي مع موتلو ما بيرد، بحكي مع أصلي ما بترد، بحكي معك ما بترد، حتى أنت عمتي راحت هي ودينيز. يعني دينيز نايم بغرفته. أصلي احكي عمتي وينها أصلي؟ رح أقلك، هي مع قدير. موتلو أخده مشان يداوي وهي راحت معهم كمان. شو عم تعمل أصلي مع قدير؟ كيف سمحتوا لها تروح لهنيك؟ شو نعمل، نحبسها لمرتك يعني؟ خافت كتير لهيك راحت معه أكل هم من فكرة أنه بدنا نقتله. موتلو معهم كمان. صراحة ما بعرف كيف قنعته أنه ما يقلنا. لو ما خفنا عليها وسألناها ما كنا عرفنا بنو. مدري شو مخبيين علينا. مليكة لا تزيد الطين بلة. عم كذب يا أخي؟ موتلو موجود معناتها ما في مشكلة. شبك عمتي، شو القصة؟ ما بعرف بصراحة. برأيي سأل مرتك هذا السؤال. أبي أنا ما فهمت ليش ما منقتله، ليش حتى نسعفه، ليش ما منتركه يموت؟ لو حطيناه بالقبر بدل ما نسعفه كانت أصلي هلأ هون. إذا مات الزلمة بيصير صعب علينا كتير نسكر هذا الموضوع. الموضوع مو بس بيأثر على كومرو، بيأثر علينا كلنا كمان. فهمت ليش أسعفته؟ لو بدنا نقتله ما منقدر، لأنه مرتك ما عم تتركه ولا لحظة. هان